داخله مسلسل اعلى نسبه مشاهده. يحب يحكي عليه محمود البارودي تفاصيل اللقطه اللي اختارها لنا البارودي في اخر سهرات رمضان المعظم. يلا اي رفيق، في اخر حلقه من مسلسل اعلى نسبه مشاهده رينا كيفاش البطله وقع ايقافها من اجل انه بثت بعض الدعايات لنشر لموقع ولتطبيق مشبوهه، ويظهر لي افضل حاجه في المسلسل هذا وقت اللي دخل بها القاعة المحكمه. رفيق نسمع شويه من اللي قالوا ونرجع نعلقوا. بنتي دي عمرها لا كانت تعرف تكذب ولا تتلاقي، دي بريئه وهبله، بس لما شافتنا بنتداين بنطرد من بيتنا صعبنا عليها. قالت تشتغل في الاعلانات زي ما كل الناس بتعمل، يا ريتها كانت سالت، كنت نصحتها كنت اقنعتها، لكن لا هي سالت ولا انا قدرت معها. ولما عملوا عنها برنامج وشنعوا عليها خافت وهربت، وانا اتبريت منها وغضبت عليها، يا ريتني ما كنت عملت كده، يا ريتني كنت خدتها في حضني. هي غلطت بس ربنا بيسامح، جوزها الله لا يسامحه، هو اللي ورطها وفص ملح وداب. سمعنا التأثر متاع البو، سمعنا عرفنا اللي هي غلطت، مش ما نحرقوش المسلسل بالنسبة للعباد اللي ما تفرجتش فيه، هي غلطت وتتحمل مسؤولية غلطتها. ولكن الأولياء ساعات كي يغضبوا على أولادهم ساعات ماذا بهم يدزوهم من الغلط أكثر، صحيت يبعدوا عليهم، ماذا بهم ما يراوهمش، يخرجوهم من الديار. أو فما شكون بو وأم تخرج بنتها ولدها من الدار تطرد وتقول له برا عليا ما عادش لاك ولدي ولا أنا نعرفك، هذيك تزيد تهزوا للغلط أكثر. كيف كيف وقت اللي ما نراقبوش صغارنا من الأول، شو نراقبوا؟ وش نراقبوا معناتها نعملوا لهم بوليس على بيوتهم ولا لا؟ يلزمنا نعرفوا ونقربوا لهم، نعرفوهم شو قاعدين يعملوا خاصة لا لا في العصر. وتراقب 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 وتنجم تحط لوجيسير في تليفون بنتك ولا بنت ولا ولدك وتشوف وش يعمل وبرش يعملوا وتثبت وتشوف. ويا باب الله معناها خاطر صغار توا هاربين بينا هروب. انا بنتي 4-5 سنين ندخل ولات تهبط الوحدة نعطيها التليفون نعطيها اليوتيوب كيدز تخرج تدخل في حاجات اخرين، انا ندخل وهي تهبط تقول اش عمل تضحك لي تقول لي ليه تقول ما الا ما نحلفها باش تقول لي باهي سامحني بابا عملت بيتيز وكذا. 5 سنين ديجا دخلت فكا انا نجي وهي تنحي الحاجه. اكزاكتومون اكزاكتومون يخاف شكون طلعك شنو ربي يكمل عليك. تعرف جوست هذايا ونعطيكم جوست في هالوقت بتاع السوشيال ميديا اللي صغار يرافق العباد المشهوره تقول لك انا علاش ما نوليش مشهور، علاش ما نوليش مشهوره كيف حاجة. نعمل كل شيء، نعمل تصاور ما يخطرولكش على مخ يعملوا شطحه يعملوا درا شنو. والمشكله اللي كل شيء ولا نورمال، كي تشوف لي جون نتاع توا في الاعمار معينه تقول يا ربي كيفاش ربي قوينا على تربيه ولادنا وبناتنا. الحاجات اللي ولات عاديه معناها في الشارع في قريعه الدخان في وسط العائلات قدام الام قدام البو، قول يا ربي كيفاش نقنع بنتي هذاك ما يجيش وهذاك حرام وهذاك عيب وقت اللي 90% ولا يعمل فيه يعمل. زيد على هذا التيك توك وزيد على هذا الانستغرام وغيره. دوك ردوا بين على صغارنا باش ما نخلتوش باش ما نخلتوش كيما خلت السيد بنته في المحكمه وذاعت وهو نادم. قبل ما نعطيكم الكلمه على الموضوع، انت يا اخي تبع في هذا ولا في نعمل افوكات؟ نتبع فيهم بزوز رفيق وفات نعمه الافوكات كملت وفما الحشاشين نزل عندي ثلاثه وعندي فلوجه نتفرج فيها ساعات. كملت الحشاشين والله للاخر حلقه مازال ما فيش. نعمل افوكاتو نعمل افوكاتو مازالوا لي حلقتين ونسبه مشاهده مش فيه زاد وفيه كملت هذيك الحلقه. اما باركودر فما حاجه مهمه حبيت نحكيها معك سندريلا انه احمد زاهر في نعمل افوكاتو باش يقتل مرته هذيك اللي خانه جديده وباش يشد الحبل الاخرى باش تموت وباش تنتقم. نعمل افوكاتو ما كملوش حرقتو له ما كملوا عاد ما باش تعرس باللبس عليه وباش تلبس شابو شعري صغير 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 ما عادش يقولوا لك معناتها هنيت على مستقبلك خايف على نعمل افوكادو توا حليت مشاكل خايف على الحلقه لا كيفاش يخدم روحه تو تصور هذا كان يقدم روحه للانتخابات يرجعوا له سيكونسر. الشباب هو الحل الشباب هو الحل. حبيت تحكي لا انا حبيت نحكي على خاطر بعد ساعات احنا مالوريزمون لي بارون يغلطوا في حاجه اللي ما يلزمش يفهموا. ولدك وقت اللي يغلط راك اكثر واحد مطالب باش تحاذيه، اكثر واحد مطالب باش تقف معاه باش تنكدريه على خاطر تنجم تكون الغلطه صغيره. كان هو يور من نجم يمشي ديفياسيون يدخل في ثنيه غلطين
وهذاك علاش راهو خاطر فما دي بارون مش في بالهم تربيتهم راهو الوحيدين ما يغلطوش وصغارهم ما يغلطوش وصغارهم بارفي لا لا راهو الصغار كل نجم تغلط وديما خليهم عندك انت صغير خلي تعرف كونفيونس انا بنتي مثلا مهما كانت العامله تلقاني منبه عليها 200 مره وتعاود تعملها كي تجي هي تحكيها لي مستحيل نعقبها مستحيل ما با نتغشش مش خليها ديما تحكي لي ميمسي ولات الابيوز دو سا معناها تعاود العامله وتعرف انك تسامحها كي تحكي لي اسمع بابا ميسالش عملتها ميسالش عاودتها ما تغشش عليه مي باش يقعد هذاك الواحد نتاع الكونفيونس وما تدخلش في التريب نتاع الكذب نولي ديما سامحنا كي نتعاقب حتى خاطر هكاكا خاطر هي تولي راهو هاني نجسوا في بعضنا نوايا الطفل الانفون من اللي عمره 18 شهر بعد 18 شهر المخ نتاعو يولي يعدل مع المحيط يولي كابتي تولي سفنجه ما عادش مخ يولي كابتي دونك يحس هذيك نقطه قوه اللي هو مش نقطة ضعف دونك يجيك أما العقاب ينزموش يكون قاسي مثلا وقت اللي هي تقول لك تقول لها به أنا كان فقت بيك وحدك راهو عقاب هكا أما يلزمك ثلاثة سوية حرمين من التليفون راهو تليفون نعمة كيف اللي تنجم تعاقب به حاجة سندريلا مش يعلقها في الشريطة هي التربية هي التربية الحديثة ما والله قبل ما كانش هكا يا رفيق كان قبل يجي يقول لك احكي لي وما تخافش احكي لي وما تخافش هي النتيجة خلينا نعرفكم في الدنيا كلهم عاقدين معنا وانا معاكم كبار العقد لا ولا وانا معاكم عندي برشا عقد ومعاناة من الطفولة طب حقصة معاقدين رفيقنا طب انت جيني 37 للدار اي معقد طب انت رفيق بنيتك صغيرة ان شاء الله تتربى في عزك امين اجمعين مش كيف كيف من بعد كي تولى دوليسانس وكل شيء قولوها بصراحة يحب من العبيدي تخبي ولا بتحبش تحكي ولا متحبش تقول هذول صوص حكايه اخرى بابا كل مرة عنده وقت هذول صوص طايرين يفهموا التليفون انا متخلف ياسر قدامهم قديش تليفونات ودرا شنو حكايه ودنيا اللي انا ماهوش دوماني جمله انا مش انا دوماني حكايه اخرين انا متقدم معناتها اونيفو معناتها كيفاش يقولوها يا ربي علاماتين تكنولوجيا تكنولوجيا في الفن في استديوهات في فلسط نعرفهم مي الحكايه هذوما ما نعرفهمش دونك هما مزورين برشا وعمايلهم كبيره برشا تجي تتكلم تخاطب تناقش تقعد تخاطب تقعد تناقش تقنع شو نبالوش فما عندكش حل اخر ما عندكش يزمك تخاطب ويزمك تناقش ويزمك تعرف ويزمك تصحبه من الاول وتبني من الاول علاقه اللي تحميك وقت اللي هو يكبر ويشد روحه ويكبر ويولي نجم يدخل معاك في نقاش وفي عرك وفي غيره وفي كذا ربي يحفظ صغارنا كله جبت لنا موضوع بلوزومو انتريسون محمود صحيت ولا يعطيك صحه وفي الاثناء